السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ انيا. فيديو تاع اليوم راح نديرو الفيس، حلوة تقليدية محضة، كان يقول لها معكرة في بعض ولايات الوطن. يلا نشوفو طريقة التحضير والمقادير معا. انا يا مكيالش، كان عندي واحد رطل ولا فايت دقيق محمص معايا، حمصته مليح في المقلاة وتمر، كنت نقيته وحطيته يفور وعجنته وحيته تانيك بشوية زبدة وخير من غاز بربي، باسكو جيني هكذا نقي خير. وراح نطموه بخليط من الزبدة والعسل، نزيدو له الملح والقرفة باش يجي بنين. فوالا كيما راكو تشوفو، حمصتو مليح الدقيق تاعي، لازم يكون مويا، نزيد له الملح والقرفة، راح ندخل فيه هذاك الغرس، وهذاك الغرس راهو دافي، ونحك بين يديا حتى يتخلط كامل، ونشوف عيني ميزاني إذا يحتاج كتر ولا أقل. كنت ذوبت العسل والزبدة وقعدت نطم بيهم حتى قدرت نتشكل كرة في يديا. لازم تأكدوا باللي راهو نص بنص بالتمر، وباللي راه متخلطو مليح دقيق والتمر كيف كيف. طريقة التشكيل تاعو تختلف كيما تحبوا طريقة تقليدية كويرات صغار بنفس الحجم، تحبوا تحلوا خبزة وتقطعوه مقروطات، تحبوا ديروا فيه قوالب. راكو تشوفوا راه كاين بزاف اشكال تاع رفيس بريستيج يديروا فيه قوالب تاع السيليكون، وهاديك الثقب يعمروه بنسلي كراميل ولا توفيا ولا. انا شخصيا ما نحبش الحلويات التقليديه دو بريستيج باسكو تولي حلوه بزاف ويروح لها الكو تاعها. انا ساكتفي بالمول تاع المعمول، سيد مع الولف تاع السيليكون ما عجبونيش، بانوا لي بلي رقاق بزاف وما عجبونيش، بديت بتاع المعمول، جاو شوي بين وصغار، هكذا واحد كيرفد الحبة يكملها. الإضافة تاع الملح ما تنساوهاش، والقرفة هي اللي تبن المرفيس تاعكم. انا كل ما شفتو بلي مازال يحتاج الغرس كنت نزيد هذا باش يجيني بنين ويجي نص بنص بالتمر. ما تنسوش تخلو لي اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش كي نحط فيديو جديد تجيكم نوتيفيكاسيون بلي راني حطيت فيديو. خلوا لي تعليق كاش وصفاكو حابين تشوفوها معايا، جنب لدعم القناة فضلا وليس أمرا. كما راكو تشوفو أنا يا هكذا هاد الكمية تاع العسل والزبدة اللي زدتها، سحقيت موراها بزاف وأنا نزيد في العسل والزبدة باش نطملي باسكو الكمية شوية كبيرة. حاولوا ما تكتروش العسل باش ما يجيكمش حلو بزاف. شوفوا هذا هو المول تاع السيليكون اللي سيت به وما عجبونيش، بجوني رقاق عاود حليتهم ودرتهم هنايا في المول تاع المعمول، جاو متحوفين وصغار. ان شاء الله تجربوه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.